إن الدماغ هو عضو كثيف الطاقة، يستخدم حوالي 20% من السعرات الحرارية في الجسم، لذلك هو يحتاج إلى الكثير من الوقود الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم. يتطلب الدماغ أيضا بعض العناصر الغذائية للبقاء بصحة جيدة. تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على سبيل المثال في بناء خلايا الدماغ وإصلاحها، كما أن مضادات الأكسدة تقلل من الإجهاد والالتهابات الخلوية المرتبطة بشيخوخة الدماغ والاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر. يمكن أن يكون للأطعمة التي نأكلها تأثير كبير على بنية وصحة أدمغتنا. يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي معزز للدماغ إلى دعم وظائف المخ على المدى القصير والطويل. أهم الأطعمة التي من الممكن أن تساعد على بناء الذاكرة وتكوين التركيز. التوت يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد. تشير الأبحاث إلى أن هذه قد تجعل التوت غذاء جيدا للدماغ. تساعد مضادات الأكسدة عن طريق تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. تشمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأنثوسيانين وحمض الكافيين والكاتشين والكيرسيتين. في مراجعة في عام 2014 لوحظ أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في التوت لها العديد من التأثيرات الإيجابية على الدماغ، منها تحسين التواصل بين خلايا الدماغ وتقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، ما يساعد خلايا الدماغ على تكوين روابط جديدة وتعزيز التعلم والذاكرة وتقليل أو تأخير الأمراض العصبية التنكسية والمرتبطة بالعمر والتدهور المعرفي. الأفوكادو يعتبر مصدر جيد صحي للدهون غير المشبعة وقد يدعم الدماغ. إن تناول الدهون الأحادية الغير مشبعة قد تقلل من ضغط الدم، وإن ارتفاع ضغط الدم متعلق بالتدهور المعرفي، بالتالي من خلال خفض ضغط الدم المرتفع قد تقلل الدهون غير المشبعة في الأفوكادو من خطر التدهور المعرفي. الفول السوداني هو من البقوليات ذات الخصائص الغذائية الممتازة، يحتوي على الكثير من الدهون غير المشبعة والبروتينات للحفاظ على مستويات طاقة الشخص مرتفعة طوال اليوم. يوفر الفول السوداني الفيتامينات والمعادن الأساسية للحفاظ على صحة الدماغ، بما في ذلك مستويات عالية من فيتامين إي وريسفراتول، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية غير الفلافونويدية الموجودة في الفول السوداني والتوت والراويند. تشير الدلائل المستقاة من وقالة مراجعة إلى أن الريسفراتول يمكن أن يكون له تأثيرات وقائية مثل المساعدة في الوقاية من السرطان والالتهابات والأمراض العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر. البيض يستمتع الكثيرون بالبيض على مائدة الإفطار، يمكن أن يكون غذاء فعالا للدماغ. هو جيد لأنه يحتوي على فيتامينات B6 وB12 وحمض الفوليك. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذه الفيتامينات قد تمنع تقلص الدماغ وتؤخر التدهور المعرفي. البروكلي بالإضافة إلى كونه مصدر منخفض في السعرات الحرارية للألياف الغذائية قد يكون مفيدا للدماغ. إن البروكلي غني بمركبات تسمى الجلوكوزينات، وإنها تنتج أيزوثيوسيانات قد تقلل من الإجهاد التأكسدي وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي. وفلافونويد يمكن أن تعزز من مضادات الأكسدة هذه من صحة دماغ الشخص. كما يحتوي البروكلي على فيتامين سي. منتجات فول الصويا هي غنية بمجموعة معينة من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول، وهناك بحث قد ربط البوليفينول مع انخفاض خطر الإصابة بالخرف وتحسين القدرات المعرفية في عمليات الشيخوخة المنتظمة. تحتوي منتجات الصويا على مادة البوليفينول والتي تسمى الأيسوفلافون، بما في ذلك ديتزين وجينستين. تعمل هذه المواد الكيميائية كمضادات للأكسدة وتوفر مجموعة من الفوائد الصحية في جميع أنحاء الجسم. القهوة هي معروفة جيدا بأنها تساعد على التركيز، يشربها الكثيرون للبقاء مستيقظين ولتشجيع التركيز. وجد الباحثون أن الكافيين يسبب زيادة في أنتروبيا الدماغ التي تشير إلى نشاط الدماغ المعقد والمتغير. عندما يكون الأنتروبيا مرتفعا يمكن للدماغ معالجة المزيد من المعلومات. تعتبر القهوة مصدر لمضادات الأكسدة التي قد تدعم صحة الدماغ مع تقدم الإنسان في العمر. وهناك دراسة ربطت استهلاك القهوة مدى الحياة بتقليل مخاطر التدهور المعرفي والسكتة الدماغية ومرض الشلل الرعاش ومرض الزهايمر. مع ذلك يمكن أن يؤثر الكافيين على نوم الشخص، ولا ينصح الأطباء بتناول الكافيين للجميع.